احتفى الإعلام العربي ب25 عاماً على رحيل بليغ حمدي، أحد أشهر الملحنين العرب. بدأت شهرته بعد أن غنت من ألحانه أم كلثوم، ومن ثم عبد الحليم حافظ، وأيضاً وردة الجزائرية. تميز بارتباطه بالموروث الشعبي وحفاظه على السكة الشرقية المصرية في أصول المغني. ساهم بشهرة أصوات عديدة وواجه عثرات في حياته دفعته خارج مصر لسنوات عدة، لكن مكانته لم تهتز ولا تمر مناسبة احتفالية إلا ويتذكر الجمهور بليغ حمدي، ملك الموسيقى طبعا. متابعة. أجمل حكاية في العمر كله. تعود ذكرى رحيل أحد أهم صناع الموسيقى في مصر، فبعد 25 عاما نجد أننا لازلنا بحاجة إليه ساعات الفرح، وبسبب جفاف بحر الطرب الذي حاول ملأه قبل رحيله. وكل غيمة على الفرح بليغ حمدي بدأ حياته الفنية عكس المنطق، فهو لم يصعد السلم كما الآخرين بل نزل من عليه. فالبداية كانت مع أم كلثوم دفعة واحدة في لحن حب إيه، وهو في بدايات العشرينيات من عمره. حب إيه اللي انت جاي تقول عليه؟ أدخل جملته الموسيقية في قلوب الناس، رددتها الحناجر في كل الأوطان بعدما كانت مصر تخرج من جراح نكسة 1967، فكانت أنغامه تتسلل بصوت عبد الحليم حافظ ووردة لتعيد الحلم والفرح. أي دمعة حزن لا 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 لا، أي جرح في قلبي لا 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 لا. بليغ حمدي صعب من مهمة الملحن، لكون موهبته الفذة رفعت مستوى المنافسة حتى كاد اسمه في حياته أن يطغى على كل النجاح. أنا في حبيبي أموت أنا. 25 عاما مجرد رقم أمام غياب عبقرية موسيقية استطاعت أن تربط الأزمنة، فمن شعبية الأغنية إلى كلاسيكيتها، مرورا بالمعرفة التي يحتاجها العصر لتخلد اسم بليغ حمدي بين كبار صناع الموسيقى في العالم العربي. أنساك ده كلام ازاي تقول أنساك وتحاول. جميل ظاهر العربية. أنساك وتحاول وأنا حبي لك أكتر من الأول أكثر من. للمزيد ينضم إلينا محرر الأخبار الفنية في العربية زميل جميل ظاهر. صباح الجميل يا جميل. صباح الخير. صباح الفن والعبقرية الموسيقى زي ما ذكرت. يعني يمكن بليغ حمدي من الأشخاص اللي بدأ بالكبير، بدأ مع أم كلثوم، وبعد كذا يعني كان وقتها عبد الحليم حافظ وصباح ووردة كانوا لسه الصغار المحدثين في الأغنية زي ما نقول، بس هو واكب كل أنواع الفن. يعني بدأ مع أم كلثوم ونجم، وبعد كذا مع كل الفنانين الأصغر الأهوي يعني وبرضو نجم. ظاهرة ما كتير بتتكرر بالحياة، يعني أنه دائما يجينا موهبة بهذا المستوى. هذا الشيء بالعالم دائما مثلا بيتذكر اسم لنقول موزارت مثلا، وهو في ملقب كمان انه هو بموزارت مصر مثلا، هو كمان لقبوه ملك الموسيقى. هو اجى تكملي لمشوار عبقريه كانت برزت بالعشرينات، عم نحكي عن سيد درويش. بعد سيد درويش يعني كان في بلديه، اذا بدك قبل سيد درويش محمد عثمان، اللي هن الموسيقى مدت بحاله تطور، بس كان كل يعني يمرق له 20 30 سنه حتى يطلع له هيك اسم يعمل الشيء اللي عمله بليغ حمدي، بيقدر يكرسه. واللي هو حقيقة وين الأهمية فيه، مرحلة بليغ حمدي لم نخرج منها بعد،
يعني نحن لليوم هاي الالحان اذا كان بنحضر برامج الهواة لما بده يقدموا حالهم للهواة او حتى المطربين المحترفين بيلجأوا للحن من الحان بليغ حمدي حتى يقدم امكانياتهم الصوتيه ويورجي جماليات المغنى عندهم. طبعا هو فكره انه لما راح لعند ام كلثوم هو يعني شاب صغير، بس كان كمان هون هي فهلوي وذكى من ام كلثوم انه انتبهت انه العصر بدا يتغير وفي مفاهيم جديده بالموسيقى. صحيح. فلما شافت بليغ حمدي وسمعت انه هو ملحن بهالطريقه فقالت له انه رح تاخذ منه لحن، وطبعا هذا شيء بعتقد يعني مش اي حدا بيقدر يحصل عليه بهالسهوله لو ما انه هناك عبقريه عظيمه خلف هذه الموهبه. يعني عم نتكلم عن افضل من انجبت الموسيقى العربيه يمكن، يعني اذا ما كنتش طبعا في لك هو في اسماء، بس بليغ حاله خاصه. يمكن لما بنسمع الصنباطي، الصنباطي يمكن يلزم هيك تقل بالاعمال. هي ام كلثوم حبت تخرج من اللون الصنباطي زي ما بيقولوا وتغير النوع اللي بتقدمه او اللون. هي تطور طبيعي، انما هي كانت يمكن هو هي هون المقارنه بين انه ام كلثوم بعد هذا العمر مع كبار الملحنين، مرورا عم نحكي مع ابو العلا محمد ومع زكريا احمد مع الصنباطي مع عبد الوهاب مع الأصبجي اللي هو كان موجود يعزف الأصبجي ألحان بليغ، يعني كان موجود على المسرح الأصبجي عم بيكون مع الفرقة اللي هي كانت تعزف مع أم كلثوم، فكمان عملنا ألف ليلة وليلة. هم بيبلغونا من الجاليري أنه ممكن يكون في أنباء عن وفاة الفنان جميل راتب الآن رحمة الله عليه، يعني رحمة الله عليه، نتأكد من الأنباء هذه خلال الساعات القادمة. كنت بدي أقول أكيد الله يرحمه جميل راتب كمان كان له مؤثر كتير بالسينما العربية. كنت بدي أقول عن شغلي أنه ألف ليلة وليلة هوني هي حكاية بحب أرويها، وهو رواها بصوته بليغ حمدي لما عمل مقدمة ألف ليلة وليلة اللي هي واحدة من المقدمات يعني اللي تعد يعني عالمية. هاي المقطوعة طلب من ام كلثوم قال لها المقدمه طويله وليش انت بدك تفوتي تقعدي على الكرسي ولا فوتي دغري غني. فقالت له يعني معلش انت يعني خليها مثل ما هي، خليها مثل ما هي. بيقول هو طلبته يوم اللي بدها تغنيها بالحفله، بيوصل على المسرح بلاقي ام كلثوم موتره كثير ومرتبكه وعامله جو يعني مسموم المكان قد ما هي معصبه، وعم بتقول للموسيقيين اللي هن كبار الموسيقيين اللي هن يعني الخاصين لام كلثوم سمعوني، قالت لهم سلطنوني سمعوني شيء. فبيقرب هو بيقول لها روقي واحكي مع الاخر، بتقول له بيسلم عليها بتكون ايدها مثل الثلج. بيسألها انه خير ان شاء الله، قالت له بدك تقصر المقدم الموسيقي، انا كل ما اطلع على المسرح بكون مرعوبه بنفس الطريقه، يعني ام كلثوم بتكون مرعوبه بينما الفنانين اليوم ما بيحضروا بروفات المسرح، ما بيحضروا بيبعتوا حدا. أنا واحد لا لا ما بيشوفوا الفرقه اصلا، بيطيروا بطريقه انه ما يلتقوا بفرقتهم. على فكره انا عم بقول شيء بعرفه. ما بيحضروا بروفات الفرقه تبعهم، ناس كثير منهم بيتصرفوا بهالطريقه وبيطلعوا على المسرح فورا وبيغنوا ما بيهمهم. ام كلثوم كانت ترتعب، بتقول انا كنت اطلع، هي بتقول بطلع بقعد بجرب اني سلطن مع الموسيقى وبعدين بنقي واحد من الجمهور هيك شكله مريح حتى انا غني له، حس حالي اني عم غني له بركز عليه لما يطلع صوتي بالبدايه وابدا غني تندمج في الاغنيه. فهي هالقد بس كمان تاثير موسيقته بنسمعه هلا بالاصوات الجديده. هي فرصه نرجع نسمع اذا كان موجود نسمع بصوت فضل او حدا من الحان بليغ حمدي. خلص نشوف. هوا يا هوا يا نسمة صفر ريحتها عندي على روحي يا روح، خذلو يا هوا وياك رسالة واللي يمكن يقرا ويدي حالي. هوا يا هوا يا نسمتك ويحط عكي على روحي حبيت كتير فرشوا لعشان الأرض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير. قابلت كتير عشان الأرض حرير وشفت كتير. لو قعدنا نتكلم من النهاردة لبكرة عن بليغ حمدي مش نقدر نكفي، لأنه في تفاصيل كتير، حتى دوره كان كبير جدا في حياة وردة الجزائرية ما قدرناش نغطيها، بس ممكن يكون معنا تفاصيل بعد كده تقدر تفيدنا فيها عن بليغ حمدي تكون بشكل أوسع. جميل، شكرا على وجودك معنا. شكرا لك. شكرا لك يا جميل، وهذا كان ختام حلقتنا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله بكرة على خير. كونوا بخير، نراكم، إلى اللقاء. فرشوا لعشان
الأرض حرير وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير قابلت كتير فرشولة عشان الأرض حرير وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير مانيش رايدة مانيش رايدة